ذنبيكنا الله حقا ذنبي والدينتنا الله حقا دينت الله ينو معاني مرلكنا الله شاك موتاتكنا الله ونحرس أمني ما كان الله ينو زيادي وفل بالك جوانا الله أكو إلى اليوم خاصة استقامة الله ينسي استقامة على الدين الله ينسي أتمدن الله ينو صوبي كل كيني يدل كينينا أبد قليل يسأل الله ينو أتكي مدح دينت يدلك يددك قدنا الله ينو صوصا مدح خير قبطة وخير له وخير خفك رأس وخير كشفينيت ووحي دينت ودي يدلك ويددك وقدنا فقال الله تعالى ذي نقولي وحي شر لشركي تعالى الله نقرأ وحي خير نوضنا خير الله وقال بشاء بركة سن شعبان الله ينو بركة رمضان الله ينقارسيو فالك قيام اللقطين اللقاوين يهي نقاتم الله ينو الله ينو الله ينعك الله ينو الله ينو بدبادي الله ينو بدبادي لما نذك بان كجرنا إله ينو بدبادي ما الولب فساد كيبا قاري إله ينو حرسة الحقوصا إله ينو إلا حرسة النبوس وإله يا رب سدى ذو عتاينا ولا تعامل سدى نكو أن هينا ولا تعامل أنكو وحانا يا ضومي يقف كبرنا أدعونا وحاتى ربي قد أفتان كين حريص يا عكس كبرنا باته حتى قال عكس قال ين حريص تا هي لقطة قال له ولا تعامل ما قال وانا ولا تعامل شاء الله فهنا حريص ظالمين تنا ظالمين تلاه كهلاك إله نحن نقدح بها لكن تميل جوان موافقين من من إله سي إيه الذي نوح لنا الله إله هو ذا حذي وكذا من إله نحري تعود إلى ذلك الدين إن الله نقابل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام الحمد لله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى الحمد لله إلهي ما كنا هدنا إنا إن وافجي إن الآلة دن تطر بدن أي معاصي له والاقتدان إن أن دعود يقصي حدا هي خير كاسمريد ديس إن أنا والاقتدان وتوفيق إلهي عبد جيس اللقاء إلهي ما هدنا إن شاء الله هذه الله نوافجي ولو أنا سكت يعني عنوانك إذا كرد أو محاضرة وأهمية الوقت أهمية وقت بقول يا هي قط مسلم كان لأن شعبان أواخر كيدنا وانكجرنا بشي بركة سنيد يا رمضان ونقول توسعة الله نبرسية وقته وفروض قفة من آذن كإلهي أوسيه ويان وأنا محدود وحددين هايو يوقف كستو من آذن تاريخ ودشين أولي هاي تاريخ لمشان أولي انت أولا حيسال إن هذا مركا وقت رئيس مالك قفة من آذن كنا يعني أنت أولغى لها يستمع هنا ووقتي أنت وقتها يستوي يعني. وقتك أنا أنت كارد عضي والله يقانا لكن أنت كوها لم تقاني وقتك هذا أنت تكفي وقران كارتها يوقف والبمان تا أنت الدمدو ودن دي مغالوين بلغود الشيء وقران تا يتاريخ وقف ودن لكن وقتك هذا أنت كوصوصو عطي ولي كوها لم تقران كارتها سند با
toban sano ama 20 sano ama 30 sano ama maalinba ama saacada ma garan karo. أهمية وقت قاسي أولي هنا قرآن كأيا إنا براي وإلهي عز وجل إنا أبوري أيا كل دارنا يا وقت قيمه قيمها أولي هاي سوى إنو عدينا يا والضحى والليل إذا سجى إلهي مرك أولي والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها مركو إلى هاي سأقول دارنا يو وح أكبل دارت إلى هاي عز وجل إنه وكهر من مارك تاني وقت والنبي جنو عليه الصلاة والسلام وكلها عد دارنا يس إلى هاي أقول دارك مخلوق إلى هاي غير كين أقول دارتان يكلوا ما أقوله لكن خالق جل وعلا وقتك أيو كدارنا يا والزمن كدارنا يا وعرك كدارنا يا ودلك كدارنا يا وبرقد حل عداد وبرقد اللي عداد أي كلولاتا إلى هاي كدارنا يا وهذين كمرك أمدوا بعدا إلى هاي كدارنا يا وحيلا هاي كدارنا يا مارك تاني برقد هي هذين كمدوا ويس هي مارك تاني مالين تفتين كذا والفجر وليال عشر مركو إلى هيلي والشفع والوتر فجر كإلى هيكو دارنا يا وليال عشر طبعا كما ركتانا هبين ذي الحجاء إلى هيكو دارنا يا والشفع والوتر وترق إيا شفع إلى هيكو دارنا يا والعصر إلى هي مركو إلى هي الزمن إلى هيكو دارنا يا لماذا؟ لأن وقت بقيمة في عقدي موين بكفر يا وقت marka sheega ilaahay azza wa jalla uu ku dhaartay sheega intuu qiimo leeyahay markaas na kuma garanayna waqtiga qiimihiisa laakiin ilaahay ku abuuray baa garanaya waqtiga qiimo inuu kugu fadhiyo dadna ilaahay uu ku dhaartay waqti oo zamanka sadal casrka ilaahay ku dhaartay oo habeenka ilaahay ku dhaartay oo maalinta ilaahay ku dhaartay yaa wa xadiiska nabigeena calayhi salaatu wasalaam ibn abbas رضي الله عنه وريه وكن بين لها صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لما نعم دودو آد وين بنبي وشارك وضدك انت بدل ما انت غفلت اي في نسويه ونعم الدعس ومحل ولا نعم دودو وقتك الى هيك سيئ فارغا أربع هدد أدوية أدوية جوكتو فراغ بل هاي ستاي وقوم مربع هذا دونك جو الله تبارك وتعالى فراق بكسي بركة هضيع الوقت قاعد كفاية دي ووحي معروف دين الإسلام وكفرتي كفاية دي هذا الرزق نقطنا وحي حلال إلهي عز وجل وحل لك كفاية دي هذا طاعة نقطنا وحي عبادية ذكر إله وأمرك كفاية دي labada nicmadood dadku inta badan maanta way ku gadmeen buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam oo macnaha way ka qaflan yihiin weeyaan shay qiimo weyn ku fadhiyay bay wax yar maanta dadku ay ku bixinayaan badeecad magaalada la siinayay shaygii kariya $100 ayaad la timid haddana waxaad ku fasaxday $10 laba shay oo keliya markay ku hadheen ayaad ogaatay in dadaacadani ay ahayd $100 halka adigu aad ku iibisay $10 midkiiba halkaas ka soo qaban kartaa waad iibisay wixiina faqaantu khasaare nicmada waqtigu ma aragtaane waa nicmad weyn weeyaan ilaahay na siiyey tabaaraka wa tacaala laakiin dad badan maanta nicmadaas waxay ku bixinayaan meel yar bay dhigayaan meel yar marna waqtigay aflagaadeynayaan marna waqtigay maaragtaan ay dayacayaan marna qofku waqtigu aflagaadeynayaa uu leeyahay yashtumuni ibnu aadama walam yakun lahu dalika yu'dhini ibnu aadama walam yakun lahu dalika wa qila ila xadiis alqudsi yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru wa qila ila al-amru biyadi uqallibu al-layla wan-nahar
bani aadam baa i dhibay baa ilaahay yidhi, oo muxuu igu dhibay waqtiga zamanka ay aflagaadaynayaana ay leeyihiin zamanka aniga halkaa i dhigay, zamanka sidaa ii gartay, zamanka aniga iga jeestay, zamanka adiga kula haya, ree hebel haddaad tihiinna waa waqtigiinnii maanta, waqtiga aabihii cuna aniga halkaa i dhigay buu leeyahay. Markaasaa ilaahay caza wajalla uu leeyahay zaman meesha ma jiree, aniga ayaa nidaamka gacanta ku haya baa ilaahay yidhi, oo habeenkii maalintana aniga ayaaga gudinaya oo keenaya. xaaladda qofka bini aadamka la soo daristayna zaman keenaya ma jiro, ilaahay baa keenaya. oo haddaad faraxsan tahayna farxadda ilaahay baa kuu qadaray, haddaad murugsan tahayna murugta ilaahay baa kuu keenay, haddaad buqtana buqtaanta ilaahay baa kuu keenay, haddaad xaaladdaadu fiican tahayna fiicnida ilaahay baa ku siiyey, haddaad faqiir tahayna faqriga ilaahay baa kuu qadaray, haddaad maalqabeen tahayna maalqabeenka ilaahay baa kaa dhigay. marka zamanka aflagaadaynina baa lagu leeyahay, zaman meesha ma jire, allahu rabbilcaalamiin baa koonka ka taliyo, ilaahay tabaaraka watacaala isagaasuu doona yeelaa. marna waxaan leenahay waqtiga halkan maanta kusoo dilaa bini aadan, marna waqtigiibuu aflagaadayn uu leeyahay, waqtiga aniga halkaa i dhigay, oo wixii ilaahay iska lahaabuu zaman u nisbaynayaa. marna waa kan bini aadanka kule maanta uu ikan dhigay halkan kusoo qaadanaa, waqtigeena kusoo dhaafinaa. waqtiganaad adigu aad qiimihiisa aad garanaynin, allihii ku abuuray baa qiimihiisa iyo qadarkiisa garanayo ku dhaarto kule, walfajri wadduxa walleyli idaa yaqsha, ilaahay baa qur-aanka ku sheegaya. qur-aanka allaha ku dhaartay zamanka ayaa qiimihiisa garanaya, inna kuma garanin maanta waqtiga qiimihiisa. lidalika laa nudayic awqaadeena, yaanan dayicin aan ka faa'iidaysano. xasan albasri raxmat ullaahi calayhi ayaa odhan jiray, adraktu aqwaaman waxaan anigu aan soo gaadhay buu yidhi maaragtaanay, aqwaaman kaanuu calaa awqaatihim ashadda minkum xirsan calaa daraahimikum buu odhan jiray, wa danaaniirkum, anu waxaan soo gaadhay buu odhan jiray waa saxaabatu rasuulillaahi buu soo gaadhay, iyo khayru taabiciin raggii taabiciinta ugu khayr badnaana uu soo gaadho, wuxuu la soo yeeshay suxbad asaguna taabiciintiibuu ka mid ahaayo saxaabadii nebigu arkay. markaa buu ardaydiisii iyo dalabadii cilmiga ayuu ku lahaa, anu waxaan soo gaadhay rag waqtigooga inay ilaaliyaan kaga dadaal badan sida innaku aad diinaarka iyo dirhamka aad u ilaalinaysaan, lacagta u ilaalisaan, ee meel adag aad u dhigataan, sidaasi ka daran bay iyagu waqtigooga u ilaalinayeen, meel adagna waqtigooga way dhiganayeen. meel xun waqtigooga haba yaraatee kumay bixinayne, waxay ku bixinayaan waqtigooga maaragtaan ilaahay daacaddiisa. waqaala cumar bnu cabdilcaziizna wuxuu odhan jiray raximahu llah, waa khaliifu raashid weeyaan, nacam khaamis khulafaa, ina alleyla waalnahaara yacmalaani fiika facmal fiihima, habeenkii maalinku adiga ayay kaa shaqaynayaane adiguna ka dhex shaqaysa buu odhan jiray. habeenkan iyo maalintani ma aha shay saddexaad adduunka imani maayo, ama habeen unbuu qofku ku jiraa ama maalin unbuu ku jiraa. habeen haddii uu yimaadayna waa waqtigaagii buu ka go'an yahay, maalin hadday waagu kuu baryayna maalinkaa kuu baryay waqtigaagii buu ka go'an yahay. marka ha dayicin sida maalinta iyo habeenkuba adiga kaaga dhex shaqaynayaan ee waqtigaaga ay uga go'an yihiin, adiguna ka goosa waqtigaaga, ka faa'iidayso oo ilaahay daacaddiisa waqtigaaga ku camir, wax wanaaga waqtigaaga ku camir, ka ilaali waqtigaaga inaad maaragtaan xumaan aad ku camirtid. salafu hadihi lumma, raggii salafka la odhan jiray waxay odhan jireen ilaahay caza wajalla addoonka inuu u cadhooda waxaa lagu gartaa waqtigiisa ayaa qofka ka dayacma buu odhan jiray. haddaad aragto qof waqtigiisa dayacan yahay oo waqtigiisa meel xun ku bixinaya oo waqtigiisa saaxiib xun la qaadanaya oo waqtigiisa wax xun maaragtaan ku bixinaya haddaad aragto, waxay u daliil tahay qofkaasi ilaahay inuusan raalli ka ahaynoo ilaahay jalla wacala qofkaasi uu cadhaysan yahay. waqtigaaga ka faa'iidaysa marka dayicin. 10 sano, 10 sano, 60 sano ayaa qofka bini aadamka la siiyey waqtigaagaasi uu kaa go'an yahay, ogow wuu kugu socdaa maalin walba. Cali ibn Abi Talib allah raalli ka noqdee ayaa laga sheegay inuu odhan jiray, kulla yowmin yamuru bi laa azdaadu fiihi cilman yuqaribunii min allah falaa burika li
فيه في طلوع الشمس ذلك اليوم واجي اي بريا اي اقون دينيد او اقون تاسولي با الهي اي الهي اي دوينيسا اين اي بيرين مالك الهي اي مبركه يبو واجي بريا بو اي اقون دينيد اي سني بيرين بالشرط ولي با اقون تا دينيد او الهي اي دوينيسا ها هذين اي كردين الهي مالك اي مبركه يبو waqtiga sidee dadkaas uga faa'iideysanaya neega inaga maanta waqtigeena halku kulmay maanta dadalka bashi barakasneed baa nagu soo eedane waqtigaaga nin walba imika jadwal si samaysa jadwal saacadaas waa salaadi saacadaas waa kasbigi saacadaas waa quraanki saacadaas waa adkaarti saacadaas waa ictikaafki saacadaas waa ducadi jadwal samayso jadwal haddaad jadwal aanad samaysid oo jadwal aana noloshaada u yeelin da noloshaada waxay ka dhigan tahay waa dayacan tahay ka dhigan ilaahina azza wa jalla wuxuu ina amraya u leeyahay fastabiqul khayraat ayna ma takunu yati bikum allahu jami'a inna allaha ala kulli shay'in qadir fastabiqul khayraat khayrka usoo kala badiya ba ilaahina leeyahay usoo kala barantaba khayrka ayna ma takunu masha doontan ba ahaado oo ياتي بكم الله جميعا الى حي دمانت وين كان دونا او نلا ايمان دونا الى حي عز وجل ومالك قيامها خلق او دن بنك قيامه ايا لا سو جوجين دونا دنا قفك افر شيء الله ويدين واكي نبي الله عليه الصلاه والسلام لا تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه ماذا عمل به وعن جسمه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه qofku luqtiisu maaragtana banka qiyaama ka dhaqaaqay maayo buu nebigu yidhi ilaa afar shay qofka la weydiiyo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam afartaa shay waa maxay cimriga ilaahay ku siiyey waa waqtigaaga u fiirso maxaad ku soo dhamaysa waqtigaaga waqtigaaga maxaad ku bixisay adduunyaad ku bixisay ma aakhiraad ku bixisay ma shahawaad baad ku bixisay ma xaraam baad ku bixisay ma xalaal baad ku bixisay ما طاعت كوب حسي ما غفلت بات كوب حسي يا بين ذي الله يقول دوات الوقت جاك كوب حسي ما زال المخلوق يقول دوات بين ذي الله الرالق جلس الوقت جاك كوب حين يسي ما زال المخلوق الرالق جلس على سبيدين دون قيامة لذلك الله عز وجل وحوكلوا إن لا يحي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين او سو كلا بديان با الهينا لا اسو دغدغا عجل لو سو دغدغا يا الهي او نو شيك الهي با لا اسو دغدغا جنو بلدكيغ يا باعيغ او ليغ يحي تودبدا سماوات يا تودبدا دول او ليس كو خري اسو دغدغا با الهي تبارك وتعالى ان لا جنو اي دمدا جنو اي دمدا فلا نو ويريا جنو اي ان الهي نو دمدا لأن دنوتينو آدرونتي أفر بدنتهي إلهي عز وجل ورحيم وأنا كريم إلهي عز وجل إساق عينو نحريسانا يا مر والبا أو إن لما ركتاني سودك دقبا إلهينا لي نبيينو عليه الصلاة والسلام حديث كوكي الله في السنن نعم كتاب المستدرك أخرجه إمام حاكم رحمه الله وكي نبي لها اغتنم خمسا قبل خمس با نبي عليه الصلاة والسلام شن نعمدود انت اد هيستو شن كهر اوغا فايديسه بو نبيغو كوليه صلى الله عليه وسلم حياتك قبل موتك نلوشاد كا فايديسو او انت ندمه نلوشاد كا سي فايديسو انت نوشه هاي كا فايديسو دمشاد كهر نلوشاد كا فايديسو صحتك قبل سقمك عافمت قبكاغا كا فايديسو انت ند بو كو كهر فراقك قبل شغلك gacan banaanidaada ka faa'iideyso intaad faraaqa aad haysatid ee aad gacan banaan tahay ee aanad weli aanad weli helin wax ku mashquuliyo busy ka dhiga waxa loo jeedaa waa maxay qofku hadduu ubad yeesho uu reer yeesho mas-uuliyadda ayaa biiraysa dadna faraaqiisi markaa uu yaraanayaa marka intaad faraaqa aad haysatid ka faa'iideyso baa lagu leeyahay intaanad mashquulin ka hor shabaabaka qabla haramika dhalinyarnimadaada ka faa'iideyso ma aragtaana inta aanad weynaan inta dhalinyaro markuu dhalinyarta uu yahay wax kasta waa qaban karaa uu socon karaa uu fadhiisan karaa waxbuu baran karaa uu cibaadaysan karaa
laakiin mar hadduu qofku weynaado cibaadadiisu waxay noqonaysaa gabaabsi bay noqonaysaa. Socodkaa dhibaya, oo hadalkaa dhibaya, oo fadhigaa dhibaya, yaa oo dhegeysiga ayaa dhibaya, oo fadhiga uu masjidka dhex fadhiisanaya ayaa dhibaya. Marka ka faa'iidaysa inta aad maaragtaane dhallinyarada aad tahay ead ahaysatid xooga ka faa'iidayso. Ghinaaka qabla faqrika, intaad qaniga aad tahay, inta baahidaadu ay urursan tahay, ee weliba maaragtaane aad haysatid waxaad quuta daruurigaaga aad kugu filaadana aad haysata ka faa'iidayso inta aysan maaragtaane kugu dhicin. Baahi ku mashquulisa, faqri ku mashquuliyo ilaahay daacaddiisa ku seejiya, inta uusan kugu iman ka faa'iidaysa buu nebigu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam. ikhwaani waaxibaayi walaalayaal, waqtigii ilaahay na siiyey tabaaraka wa tacaala ayaanan dayicine, ha ka faa'iidaysano. Ragii hore salafu haadihi lumma waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray Caamir bin Cabdulqays, ayuu nin ku yidhi kallimni yaa sheekh, ila hadal buu ka yidhi, ila hadal. Qaala lahu, markaa buu ku yidhi, wuxuu yidhi amsiki shamsa, aan kula hadla waayo cadaada qabo, buu ku yidhi cadaada qabo. Caamir bin Cabdulqays waa zaahid Basra, magaalada Basra zaahidkeygii, maalinka uu keliya baa layidhi 800 rakaca ayuu tukan jiray, maalintuu dhimanayana uu ooyey. Markaasaa lagu yidhi maxaad la ooyeysaa, walaaqiyo khayr baa kugu tuhmaynaaye, maxaad la ooyeysaa, ma geerida ayaad ka baqaysaa? Markaasuu yidhi maya, geerida ka biqi maayo, wallaahi maa abki jazacan min almowt walaa xirsan calaa dunyaakum haadihi. Wallaahi buu yidhi geerida, dhimashada cabsi iga haysa lama ooyin, adduyadiisa adduyadan aad ku nooshihiinna ee jacaylo aanu qabo iyo dadaal aanu qabo iyada inaan sii joogana la ooyi maayo. Laakiin waxaan la ooyayaaba nin sheegayaa, buu yidhi laba camal ayaa maanta haddaan dhinta iga go'ayo dib dambe aanan u helaynin: alqiyaamu fi shitaa'i wasawmu fi sayfi. Kulaylaha markuu dhulku kulul yahay, soonka aan soomi jiray, iyo jiilaalka dhaxanta qabowga badan, qiyaama leylka aan tukani jiray, labadaa camal baan waayaa iga go'ayo dib dambe aan u arkayn, buu yidhi. Waqtiga uga faa'iidaystay noloshooda ayaga raggaas. inakuna maanta waqtigeenni halkuu ku dhammaaday maanta. Ilaahay caza wajal hanuu soo noqono, han toobad keeno, ha ka faa'iidaysano waqtigeenna. Wa maa aragtaana yaanan dayicin waqtigeenna, waqtigu waa fursad ilaahayna siiyey tabaaraka wa tacaala, yaanan dayicin. Khaasatan bishii barakaysnayd ee Ramadaan baa inagu soo eedan, waa bishuu nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam, idaa jaa'a ramadaanu futixat abwaabu ljinaan, haddii ramadaan uu yimaado buu nabigu yidhi albaabada jannada ayaa la furaa, albaabada naarahana waa la xidhaa, shayaadiintana ummadda waa laga xidhaa, buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waa bil aada u barakaysan baa inagu soo eedan. Cibaadadu way mudaacaf, ajarku waa mudaacaf weeyaan, u labalaamaya ajarkaagu, u laba jibbaarmaya ajarku. Waa bil ducada la aqbalaayo, waa bil habeen kastana ilaahay caza wajalla uu leeyahay yaa baaqiya alkhayri aqbal wayaa baaqiya alshari aqsir. Habeen walba xagga ilaahay baa laga dhawaaqayo, malag baa dhawaaqayo odhanaya khayrka kii doonayayow, war bishii khayrka waatan kuu timidee, soo qaabil oo ka faa'iidayso. Kii dembiga iyo macaasida iyo fujuurka badnaayow, bishan bishii ilaahay la caasinaya maahina kangaab oo ka joog. Marka bishan waa bishii khayrka inagu soo eedana, han soo qaabilno. Maxaa ku qaabilaynaa markaa bishan? waxa ugu horeeya ku qaabilayna waxa weeyaan waqtigeenna maaragtaana ilaaliya, waqtiga ha ka faa'iidaysan. Waqtigu waa tarwadeen ilaahayna siiyey tabaaraka wa tacaala, yaanan dayicin waqtigeenna. Qiila wa qaala waqtigeenna ha ka dayno, ha ku dadaalna maaragtaana cibaadada. siyaamu fi nahaari walqiyaamu fi shitaa, kulli raggaa gaadhi mayne, laakiin ha ku dayan. Oo bishan maxaan ku qaabilaynaa? awal qabla kulli shay waan iska cafinaynaa, inagu waa iska saamaxaynaa, dadka muslimiinta oo dhanna waan ka saamaxaynaa, qalbiga dadka ka cafiyaynaa oo ka sii daynaynaa. Kii hadalina dhex mara u tago, waxaa tiraahda waa bishii wanaagsanayd baa nagu soo eedan ee muslimiinta loo dembi dhaafaye, si anigii adigabana noogu dembi dhaafo, walaal hanse saamaxno. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa tucradu lacmaalu yowma alitnayni wa yowma alkhamiis, maalin kastoo isniin iyo maalin kastoo khamiisa
أعماش أضومه أي قبطان بإله الهرجية لبا أضوم أضوم كستو إله أنو شريك يلينا ولو دم دافع بنبي يعني شرك هو خطر ويان وادم بوي وحي لا هاي لا هاي وعدك للو ذاجي وذنوب تواوين بوك وقوين يهي بالله شرك بالله والعياذ بالله وفلي غفك إلهي وشريك يلي بنبي قد هاي دم بيك سلام ودعب لبن ان دم بيكو دلما دافا بو نبي قولي لبدي لبدا دحدو دما ركتاني مركا ايجرت عداوة بغضاء وشحناء بو نبي قولي عليه الصلاة والسلام لبدا قفي على الحمى علوش ما ركتاني اسكو قبتي الهي بايدا دكوا عمل كود عليا واكتيا دها كفرين عليا الى دحدو دما ركتاني اسكسو سامحيان اسكسو عفين ايان دم بيكو دايكا دافا مايين marka bishana waa bishii dambadaafka waa bishii naxariista weeyaa waa bishii naarka xoreynta inta ka horeysa maalmaha ay noo hareen in walowba ninka kale walaalka ay saamaxo saakiin xaaskaaga caf oo gabadhu ninkeeda ha cafiso oo ninku xaaskiisa ha cafiyo oo jaarku jaarkiisa ha cafiyo oo walaalku walaalkii ha cafiyo oo saaxiibku saaxiibkii ha cafiyo waana noqotaa saliimu sadri qof qalbigiisu caafimaad qabo noqo وإلا هديك الأعماش هذا ويحرنت وما فرميش الأعماش هذا إلى أن تصل الله وفره وأنا نغتا لا ولا صفة كددا الموحد وأنا لحاتا موحد الحمد لله إلهي بين قد يجمع موحدين مسلمين مرك الله بنا وأنا لحاتا وقف سليم الصدر يو قلب فرن وعدنا ما ركتنا عداوة ما ركتنا حمان قلبي بس أنا نوهيني ورصدح مع الموضوع كبدا ولا لك هذا مسلم كهدي وحين دح مرة أن تبع مستو شريعة ما أقول صدح مع الموضوع كبدا شريعة ما أقول ولا لك هذا مسلم كهنا تعب بني آدم بنا هاي وقفينا ونسكو قفينا صدح مع الموضوع بشريعة كو أقولاتين ليرك لا مسولة كلا مغنا صدح مع الموضوع كبدا هاي صدح هذا كو كلا دنتان يكو على الحميس كو حيا waxay dhimanayaan iyagu diintooda naaqus iyo dhaawac soo gaaray labadaas dhimanayaan day walaalka waxna dhaxmareena adoo kaga horeeyo nabiga uu dhacay salaatu wasalaam labada qof salaanta ku bilaabo walaalkiisa muslimka ayaa ilaahay u dhawo kaaba khair badan mu nabiga xadiis ku yidhi marka bishani waa bishii cafiska ilaahay baa bayna cafinaya inaga waxaan isku cafin weynay ilaahay ku abuurtay ee dambiga aad ka gashay ayaaba iska cafinaya doomihiisa bisha Ramadaan oo dambigooda dhaafay oo naar ka xoreynaya waliba inaad aan adigu aanad samaynin adu maba samaynba waxba aad u cafin weyday marka walaalkaaga muslim cafiga hadaad qaadatid waxaad ku sifowday sifa ilaahay azza wa jalla uu ku sifo laana ilaahay azza wa jalla أسمادي سوى ناكسا روحا كمدا نعم عفو غفور عفو غفور عفو عفية أدومه سوسكع عفية غفور نوى دافع ويا دافع رحيم نوى نحريس بدنه صفات كاسا إلهي مركا إنك أنا نقضونا يا إن الله يحب العفو إن الله عفو يحب العفو كنبي وحديث كلها صلى الله عليه وسلم إلهي عز وجل أعفي أضومه سا أضومها أضومك أضومها إلهي اسك عفينا إلهي باجعل بو نبي عليه الصلاة والسلام إلهي عفو اسكو جعليا ونبي محمد بقى لقوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو بقى نبي قال لقوله نبي محمد كو حقي سدن كو حق قد بايا الدين تا إلهي وقصو لي بي خلقك وقارسين يكد بايا بقى نبي قال لقوله أدوك عفو اسك قادم روض اسك عفو nabi naftaada dhankaaga lix jecel badan oo naarkaaga kaaga tudhaaya oo naarka badbaadinaya oo naar ha ku dhicin kule gafka binaaadanku ay ku gafeen ba nabiga lagu leeyahay haday ku gafka qaataan adiguna cafiska mar walba qaado waa lagu gafayaa xaqaaga iyo xaq ilaah way ku gafayaan laakiin cafi ba nabiga lagu leeyahay adu cafiska mar walba iska qaado waamur bil urf dadkana wanaaga far ba nabiga lagu leeyahay wanaaga far وأعرض عن الجاهلين جاهلين تنا كجيسو اسكا جيسا با لغو يري عمر بن الخطاب الله رالك النغضي أيا نمبا أسوغ لسحابة كمدا
dana markaasuu cumar aada ula hadlay hadal adagna uu kula hadlay. Markaasuu ku yidhi yaa amiir almuuminiin, xataa ma odhane yaa cumar, buu ku yidhi wallaahi si cadaalada anaga waxba nooma siisid, buu ku yidhi ma cadaalad falaysid adigu cumarow. Markaasuu cumar u xanaaqay baa la yidhi, waa cumar oo isla cadaalad yacni halkii u dambaysay baad ummadda aad u gaadhay inaad u cadaalad samayso. ficlan cumar bnu khadaab cahdigiisii waxay ahayd cahdigii cadaaladdu ay dhulkao dhan gaadhay. Xataa cumar wuxuu ka fikirayey inuu fardaha iyo maaragtaana iyo dameeraha iyo baqasha jidadka ay marayaan inuu hagaajiyo buu ka fikiri jiray baa la yidhi. Waa kii odhan jiray law casarat daabat fi lciraaqi la su'iltu canha lima laa tuslix laha ariiqa, yaa cumar hadday farasu ku turanto roodo ciraaq salkeeda hadduu faras ku turanto roodo ciraaq waxaan ka baqayaa qiyaamaha in laygu qabsado lay odhan doono yaa cumar maxaad dariiqa ugu hagaajin weyda daabadaas. Cumar oo ku dadaalay maalintii cumar la yidhi niilkii webigii furaat ayaa fatahay, dadna ay badan iyo xayawaan badan buu laayay markii lagu yidhi cumar bnu khadaab uu ooyey yaa amiir almuuminiin, dadkuma dhimane aybaa ku dhimatay, maxaad loo weysaa baa lagu yidhi. Wuxuu yidhi aydaasina sow aniga xilligan mas-uulka ummadda ka ahaa, sow maaragtana may halaagsamin qiyaamahan laga soo lagama yaaba in lay weydiiyo lagu yidhaahdo maxaad ayda maaragtaana meele kaga badbaado biyahaad ugu samayn wey. Waa cumar oo cadaalad ku dadaalay halkaa gaadhsiiyey maaragtaana inuu maaragtaana ilaaliyo, wuxuu gaadhsiiyey inuu maaragtaana xuquuqda ay leeyihiin maaragtaana xayawaanku inuu ilaaliyo ayuu cumar gaadhay, allah raalli ka noqdee. Kaasa agtiisa lagu yidhi cumar oo ma cadaalad samaynaysid, walaakiin cumar bnu khadaab nin waqaafa buu ahaa, hadduu kalaamka ilaahay uu maqlo uu istaagi jiray, dadna nin asxaabta nebiga kamidu ag joogay oo weliba ninkan cumar hadalka adag kula hadlay u shafeecad qaaday inuu cumar u soo geliyo ayaa ku yidhi yaa amiir almuuminiin, yaa amiir almuuminiin, nebi maxamed baa lagu yidhi khudi lcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin wa ina hada la min aljaahiliin. Yaa amiir almuuminiin, nebi maxamed baa lagu yidhi cafiska qaado, dadkana wanaagga far, jaahiliintana ka jeeso, kana jaahiliintu ka mid yahay baa lagu yidhi cumar oo maxaad maaragtaana aad ugu xanaaq. Aayaddaa markii cumar bnu khadaab dushiisa lagu akhriyay cumar uu istaagay radi allahu canhu, hambarig qur-aanka ayo ka qabanaya, innaga maxayna qabta maanta wax ku qabanaya, dadku maanta wax qabanaya ba garan maysin, qur-aanka qabanaya iyaka oo iimaankooga qabanaya oo alla ka cabsiga qabanayay oo ilaahay marka la xasuusiyey istaagayeen mar keliya. Nebi maxamed baa sidaa lagu yidhi adigana cumar oo maxay kula tahay lagu yidhi uu istaagay cumar khalaas. Marka cafiska han qaadanno ka cafiyeena dad inta rabadaa ka hadhayna qofka walaalkaay ad ogtahay inay waxna dhex mareen u tago madaxa ka dhul oo tiraahdaa maalinta hadal ilbayna dhex maro caloosha waxbaan kuugu haye waan ku cafiyey waan ku saamaxay walaal isaamax adiguna bishii barakasneed baa nagu soo ceedana has cafina waa inaad tiraahda iska cafi dad. Waxaan kaloon ku dadaalaynaa bishaa barakaysan inaan awqaadeena ku camirno masaajidda, aqtigeena facebook ha ku camirina, youtubena ha ku camirina, tiktubna ha ku camirin, tiktub waa tub, tiktok baa tirahda waa tiktub weyaan, balaayo kasta iyo macaasi kasta halkaa maanta lasoo dhigay. wixii adduunka abaaliis shayaatiin alinsi jiray oo dhan halkaa bay soo dhigeen fasaadkoogii. Maa nadri qiyaamahaasaan ku badbaadi doona allah inoo dambe dhaaf. Marka waqtigeena ilaahan ilaalsana waqtigeena masaajiddaan ku camiraynaa, qur-aanka ayaan la fadhiisanaynaa masaajiddeena. Waa shahru lqur'aan, shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan, allahu akbar, هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إشابة إنه صائدا وبشي قرآنك صودقي وبشي قرآنك الله أقرسنائي وبشي ilaahay loo dhowaanayay lidaalika ha soo qaabilno qalban waqaaliban qalbigaaga soo jeedi, qaalibkaagana soo jeedi, qaalibku waa jirkaaga iyo quwaddaadi iyo waqtigaaga oo dhan
bishaa soo jeedi, soo geli bisha masaajid nafta. Oo masaajidaan camiraynaa, masaajidaan ku ictikaafaynaa, dacwadaan ka shaqaynaynaa. Tolkii dacwada looga baahnaa baad joogtaan ininku khaasatan. Albaabka markaad ka baxdaba gaal baad arka. Meeshaad ka shaqaynaysad 80% waxaad la shaqaynaysay waa gaalo. Iyaku dhulkoogii waa kuwa ay nadajiyeed ku dhex nooshiina ku dhaldhalaysaan ee ku cunaysaan ee ku dhex cabaysaan ee ku dhex mushaaxaysaan meel walba aad ku maraysaan. Hadday qiyaamaha ku yidhaahdaan ka warraman nicmadii annaka aadna siisay Ilaahu waxbaan ka siinay. Laakiin nicmadii weyneed ee iyaka aad siisay aakhira lagu badbaadayo noomay sheegin hadday ku yidhaahdaan maxaad oran qiyaamaha. ماذا تقول؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم هو لنسألن المرسلين بات علينا ولا درنا ولا ويدين با إلى حي ولا تجينا ولا در رسالة إلا جارسين ولا ويدين دون أيكنا نبي يدي ولا ويدين أمته برسالة إلا ويدين رسالة كشوك عدي وكل غانسي مبرتسي مبرتسي دك ما جارسيسي لأنه ويدين دونا لذلك ولا ليال دعوه دعيان عفق عمرنا مساجد تعليم تأيان قد دالينا قرآن كأخرس كيس أيام بدنينا أذكرت وقت بأنو سمينا أذكرت يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إلهي ما قرآن كنا وشعي وقت كان كهلين إلهي ما كهلنا يقول قل لنك هوري قل لنك الدنب تصبح صدع قال لك ورانا تصبيح سوء أذكار الصباح أخري أذكار المصانة أخري سوء دين الإسلام كو أوقات هذا ويكون ندامي الصلاة دي وقت جايك ولا يكون ندامي أذكارتي وقت ما لون ندامي قرآن كا قاعد يقول وقت يكون ندام سوء النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كيس وقت يبو لها قيام كيس وقت يبو لها غيره سوقت أبو سينا النبي عليه الصلاة والسلام غيرك سوقت بيلها يا هبينكو عاسك هبينك أقول لك عائشة هبينك النبي قلت تجي أيضا يسوع آدم مروجيس من النبي هبينك أقول عائشة عاو هذا نصيب له إن أقول صحيح لكن مروج تعاو يقول بدنا ما يدافع يقول هسك عبادة استي فصح أبو كقاط النبي غيرك كما كعنون لأن هبينك عائشة أسكلاحي ولكن ما دام النبي مرغون اي وقران بدن النبي كو سو دغه مالنكاس و خول عائشه دريني اتعبد هذه الليله ابو كير عاو ما يديس ربي هن اسك عبوده وحي مركا بي كنت يا رسول الله اسك عباده سو هاغا اقل كو عباده سو كو عباده سنينا واقل انت لك واقل مركو النبي قيام كو تاغا هنا عائشه لو هي فتسنيسي مركو سجود ينا ويرتابن النبي لو هيغي لاوي سيغلي أقل كاسو نبي يقول إلهي كو عبد يا بينك فلا نضيع نعم دار هاي سنة يا نضيع إن كفى دي سنة تجد أن عمرينا وقت جينا دين كو عمرينا وقت جينا خير بان كو عمرينا أضاد وقت جاك أضاد وقت جاك ما رك تاني أت كو عمري ويدت خير يا طاعب شربت كو عمري أضاد مساجد ده أض عمري ويدانا مقاحين وبال عمري ثاني ملك لهم بال عمري يقول هذا دك خير كو ويدي ويدين هذا كا شرك لو كو يدي هذا دين برن ويدي علم برن ويدي جهل بعد برن وحن كلو دوا جهل لا برن ما انت علم هو قران كي سنه النبي بركه الله عز وجل هنو سو نقن وحن توبت كانو وبشي توبت ويان ان شاء الله الله نغا ولا توبت اقبلوا ان اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dambigeena Allah hadda dambiga waalidiinteena Allah hadda diinta Allah inoo macaanay maralkeena Allah ha shaato oo taadkeena Allah ha naxariis amni iimaanka Allah inoo ziyadi qof walba ku joogana Allah ku ilaaliyo qasatan istiqama Allah ha nasi istiqama ala diin Allah ha nasi qatmadan Allah inoo soo dii dulkeena iyo dalkeena nabadgelyadiisa Allah inoo adkayo مدح دينك يا دلك يا دتك قدنا الله ينصرك مدح خير قبطة وخير له وخير خوفي كريس وخير كشفينيس ووحي دينك يا دلك يا دتك قدنا
mataan allaha talada inoogu dhiib, wixii sharle sharkiisa allah ina garaba, wixii khayr inoo wadana khayrka allah ugu qalbi. Bishaa barakaysan Shacbaan allah inoo barakeeyo, Ramadaan allah ina gaarsiiyo, maalinka qiyaamee la qatan yahay la qaawan yahayna khaatimada allah inoo qaadi, allah ina cafi, allah ina rxam, allah ina badbaadi, allah ina badbaadi. Siman adag baan ku jirnaa, ilaahuna badbaadi. Meel walba fasaadkii baa gaadhay, ilaahuw naxariistaada ka quusan, ilaahuwna in naxariista nagu soo eeg. Yaa Rabbi, sida adigu aa tahay nagula tacaamul, sida annagu aan nahayna nagula tacaamul. Annagu waxaan nahay addoomihii gafka badnaa, adiguna waxaa tahay Rabbigii dhaafitaankii naxariistii cafiska badnaa baa tahay. Xatigaaga, cafiskaaga iyo naxariista iyo lutfigaaga ilaahuw nagula tacaamul, mar walba nagula tacaamul. Shaa ilaahuw noo naxariis, daalimiintana daalimiinta ilaahuw ku halaag, ilaahuw nakana naga dhex bixi. Muslimiinta meela joogaan muwaafaqay midnimana ilaahuw sii, eheladeenna wixii noolna ilaahuw soo wada hadee, wuxuu dhintan ilaahuw u naxariis. Dacwada iyo dadaalka diineedna allah inaga aqbalo.